أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم اليومي حديث الصحافة، وفيه نستعرض عناوين الصحف والمواقع الأخبارية ومقالات الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة. والبداية كالمعتاد من المواقع الأخبارية. سهيل نت: بيان بحريني مصري مشترك يؤكد دعم المجلس الرئاسي لأداء مسؤولياته وتحقيق استقرار اليمن. الصحوة نت: العرادة يدعو إلى ضغط دولي على ميليشيا الحوثي لتنفيذ بنود الهدنة ورفع حصار تعز. إفشال هجوم حوثي غربي مأرب ورصد أكثر من 100 خرق للهدنة في عدد من الجبهات. إصابة مواطن برصاص قناصة ميليشيا الحوثي شرقي تعز. الحكومة تطالب بمزيد من الضغط على الميليشيات لرفع حصارها عن تعز وفتح الطرقات فوراً. المصدر أونلاين: منظمة حقوقية، جماعة الحوثي تواصل حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن. ساعات الانقطاع بلغت 15 ساعة. تواصل الاحتجاجات في المكلل للمطالبة بتحسين خدمة التيار الكهربائي. وفاة مواطن في عمران بعد خروجه بأيام من سجون ميليشيا الحوثي. العاصمة أونلاين: منظمة حقوقية تؤكد ممارسات ميليشيا الحوثي انتهاكات غير أخلاقية بحق المعتقلات. الحكومة تلجأ للبنك الدولي لدعم الأمن الغذائي وتسهيل استيراد القمح. الحرف 28: قتيل وثلاثة جرحى بانفجار لغم ومقذوفات في 4 محافظات يمنية. إصابة طفلين بقصف مدفعي في الضالع. مسؤول أممي: الجوع في اليمن وصل لأعلى مستوياته. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. الشرق الأوسط: تمسك يمني بفك حصار تعز وجولة مفاوضات أخرى الأسبوع المقبل. 21 حالة انتحار خلال 36 يوما في مناطق سيطرة الحوثيين. مساعا حوثية في صنعاء لحظر منصات التواصل الاجتماعي. عكاظ: الحوثي يكثف خروقاته للهدنة. مكة: حمى الاغتيالات تعكر أجواء عدن مجددا. الاتحاد: اليمن 14 قتيلا وجريحا بانفجار سيارة مفخخة في عدن. ميليشيات الحوثي تعترف بتجنيد 3000 عنصر خلال الهدنة في اليمن. خبراء ومحللون: مراوغة الحوثي تقضي على جهد إنهاء الحرب في اليمن. البيان: اليمن استئناف محادثات فتح الطرق خلال أسبوع. اليوم: الرئاسية اليمنية لا تفاوض مع الحوثي قبل فتح الطرق إلى تعز. من عناوين الصحف إلى مقالات الرأي والتحليل، وفيها نطالع ما نشره موقع الصحوة نت للكاتب يسلم البابكري تحت عنوان: البعد الوطني السلاح الأهم في المعركة. استعرض الكاتب في مقاله الفاتورة التي يدفعها اليمنيون ثمن المساحة الكبيرة التي تركوها للمؤثرات الخارجية على حساب المؤثرات الداخلية للقوى الوطنية الفاعلة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدور الوطني في إيجاد حلول للمشاكل التي يكتوي بها عشرات الملايين من أبناء الشعب. بأيدينا لا بيد غيرنا نستطيع أن نحدث فرقاً في واقعنا، حتى وإن بدا الأمر غاية في التعقيد، فنحن كيمنيين الحل ونحن المشكلة في آن. لا يمكننا التقليل ولا التهوين من المؤثرات الخارجية، فتأثيرها عميق في أزماتنا، لكننا نحن من منحنا تلك المساحة الواسعة للخارج على حسابنا، وسنبقى ندفع فاتورة تراجع الدور الوطني في إيجاد حلول لمشاكل يكتوي بها عشرات الملايين من شعب يتكئ على إرث تاريخي عظيم وواقع متخم بالأوجاع والمآسي، دون أن يكون البعد الوطني حاضراً منفصلاً عن الرغبات الصغيرة للمكونات والأفراد، ومتوازناً بين مقتضيات المسؤولية في إنقاذ الوطن وضبط علاقتنا بيننا البين قوى ومكونات وحلفاء نحو هدف واحد ونتجه نحوه. دون ذلك فالبقاء حيث نحن اليوم سيكون أمنية الغد. هذا ليس تشاؤماً بل هو واقعية نحن بحاجة ماسة إليها، بعيداً عن الإفراط في التفاؤل أو ندب الحظوظ. نكء الجرح الملتهب خير من تضميده على التهابه، فالشفاء في الأول والهلاك في الثاني، والحقيقة المرة خير بألف مرة من وهم مريح، لكنه في النتيجة وهم سيتبدد.
مقتضيات المصارحة تفرض سؤالاً بديهياً سهلاً لكنه مؤشر على المصير الذي نسير نحوه. هل المشروع الوطني يتعافى أم يتداعى؟ هل الدولة اليمنية تكسب أم تخسر؟ إجابة دون تكلف على هذه الأسئلة تخبرنا على أي أرض نقف. لم تنتهي الحرب بعد، والعدو المشترك لنا جميعاً قوى وتحالف. مهما كان خلافنا البيني، الحرب بالنسبة له ليست وسيلة تحقيق مكاسب، بل هي غاية، هي العقيدة التي يؤمن بها والبيئة التي يعيش فيها. هكذا هي جماعة العنف وعصابة الإجرام. العنف هو أساس وجودها. الهدنة بالنسبة له هي استرداد أنفاس لحشد المزيد من أدوات الحرب، وواحدة من تلك الأدوات هي الصراع الغير مبرر لخصومه. موقع ماري بريس نشر مقالا لمدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري تحت عنوان الطفل عمر والعنصرية الحوثية. الكاتب في مقاله أورد قصة توضح منهجية الميليشيا التي تتبعها في تجريف الهوية الوطنية والدينية لمختلف فئات الشعب بما يتواءم مع الثقافة الإيرانية الطائفية والعنصرية. لم تشهد اليمن أسوأ وأقبح من السنوات السبع الأخيرة منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها، وما لحق بالمواطنين من انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات التمييز العنصري والتفوق العرقي وتكثيف الخطاب العدائي والاستعلائي لتمزيق النسيج الاجتماعي وبث نيران الكراهية والحقد والعنف في المجتمع. قبل أسبوعين في إحدى النقاط العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي في منطقة نهم لمحافظة صنعاء، اعترض أحد عناصر الحوثي امرأة مع طفلها الرضيع ذي 9 أشهر وأوقف السيارة التي تقل لهم، وكعادتهم في تخويف الناس وابتزازهم وإذلال المسافرين واضطهادهم وانتهاك خصوصيتهم بدأ في التحقيق. وسأل المرأة عن وجهتها فقالت محافظة مأرب، فسألها عن سبب سفرها إلى صنعاء فأجابت بأنها اضطرت للذهاب إلى صنعاء لعلاج طفلها الرضيع، وأخرجت له أوراق المعاينة والفحوصات وتقارير الأطباء لإثبات صحة أقوالها. وبينما هو يتصفح الأوراق تفاجأت المرأة بالعنصر الحوثي وهو يصرخ بأعلى صوته معترضا وغاضبا على تسمية الطفل عمر، مطالبا الأم بتغيير اسم طفلها، وهو يتلفظ بأسوأ الكلمات والعبارات ويكرر توجيه الأسئلة لأم عمر، ليش تسموه هذه الأسماء؟ استغربت أم الطفل من تصرفاته ورفضت أسلوبه وتدخله غير القانوني والذي يتنافى مع القيم والأخلاق. ووسط رفضها وإصراره عليها في تغيير اسم طفلها في أسلوب وقح وفج، أقسم بالأيمان المغلظة أنها ستعود من حيث جاءت ولم يسمح للسيارة بالعبور. وعادت الأم مع رضيعها عمر إلى صنعاء. رجعت الأم وهي مكسورة الجناح، ترافقها دموعها وقهر يملأ فؤادها، لتبدأ مرحلة ثانية من المصاعب ورحلة أخرى من المعاناة، لتسلك طريقا بعيدة لتصل إلى بيتها في مأرب بعد أن تكبدت معاناة السفر والمرض وتكاليف مالية مرهقة. هذه واحدة من آلاف القصص التي يتجرعها أبناء اليمن سواء في مناطق سيطرتهم أو من النازحين المشردين قسريا بفعل الجرائم والانتهاكات الوحشية التي تقوم بها الميليشيات، وانتهاك حرية التنقل بأمن وسلام، ومضايقتهم والتعرض لحياتهم وأموالهم وحياة أطفالهم وابتزازهم ونهب أموالهم واختطافهم وإخفائهم وممارسة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية واللا إنسانية وانتهاك خصوصيتهم وممارسة التمييز العنصري والطائفي بحقهم. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. يحيى حمران في منشور على صفحته بالفيسبوك أكد أن الحل يكمن في محاربة العصبية والعنصرية والمناطقية والحسم العسكري وكسر الانقلاب الحوثي. لا مجال أمامنا كيمنيين إذا أردنا أن نعيش بقية أعمارنا وتعيش الأجيال الصاعدة واللاحقة بأمان وسلام مجتمعي غير حسم المعركة وكسر انقلاب ميليشيات سلالة الكهنوت الإمامي وتحقيق العدالة والإنصاف أولاً، ثم مراجعة التراث المحسوب على الدين وتصفيته وتنقيته من فخاخ الخرافات التي أوصلتنا إلى هذا المستنقع، ومراجعة السياسات الممنهجة. الكل بيشتغل ضد الكل، والكاسب الوحيد هو الدجال السلالي وزنابيله بما تفضل عليهم من فضلات، وبلاش مكابرة يكفي. بغير ذلك لن تكون الحياة أكثر من مستنقع دم موبوء بمختلف الأمراض والفقر والتمايز الخبيث. لا جريمة مسلطة على رأس كل يمني أقبح من العنصرية، ولا عنصرية موبوءة أوسخ من أن تكون سلالية، وكل عنصرية أخرى ليست إلا بمثابة المغذية لها،
كانت مناطقية أو حزبية أو مذهبية طائفية أو فئوية، وكلها من نتاج وفعل عنصرية سلالة الكهنوت. وما سوى ميليشيات الإمامة من أنانية ونذالة سيداويها الشعب وهراوة الدستور. أما منشور الكاتب والصحفي أحمد غراب في الفيسبوك، فقد اعتبر الهيكلة الأمنية التي تأتي بعد التصفيات غير مجدية، وستحول عدن إلى ساحة للفوضى ما لم تأتي عبر قرارات وخطط للتغيير وفق معايير الكفاءة ومبدأي الثواب والعقاب. الهيكلة الأمنية عبر التصفيات كفيل بتحويل عدن إلى ساحة للفوضى المسلحة. يفترض أخذ العبرة من النموذج الليبي الذي كاد يعصف بليبيا. الهيكلة الأمنية يفترض أن تكون قرارات وخطط للتغيير وفق معيار الكفاءة ومبدأ الثواب والعقاب، بعيداً عن تأثير الأطراف المتصارعة والمعايير المناطقية والمحسوبية. الغريب في الأمر أن كل الأطراف المتحكمة والمسؤولة تتخذ موقف المتفرج، يعني ما كفاه معاناة الناس مع الحر وانقطاع الكهرباء والوضع الاقتصادي المتردي، وفوق هذا يمشي في الشارع قلقاً يترقب خوفاً على حياته وحياة أطفاله. المحامية هدى الصراري في منشور على صفحتها بالفيسبوك استنكرت تخاذل الجهات القضائية والأمنية في حماية المواطنين بمدينة عدن الذين يذهبون نتيجة التفجيرات الإرهابية دون فتح حتى تحقيق في الواقعة. هل تم التحقيق بالأوليات عشان يحققوا بالجديدة؟ من راح راح الله يرحمه، أهم شيء القيادات بخير. والمدنيين الذين سقطوا اليوم ربنا يتولاهم برحمته. لا تحقيق بين فتح ولا نيابة ولا قضاء ولا نائب عام بيتحركوا عشان الدماء التي انهدرت سابقا ولاحقا وقيدت ضد مجهول. أسوأ مرحلة تمر بها عدن وسكانها على مر التاريخ، كل واحد متمنطق خلف قبيلته ومنطقته وقائده، ما عدا أهل عدن لا عزاء ولا بواكي لهم أو من يطالب بحقوقهم. في تويتر عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح في تغريدة له دان التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج، مؤكدا أن المنفذ ماض في خلخلة الوضع الأمني في المناطق المحررة، وهو ما اعتبره تحديا أمنيا يستدعي استنفار كل مؤسسات الدولة. ندين محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها موكب صالح السيد في عدن، والتي تؤكد أن الساعي لخلخلة الوضع الأمني في المناطق المحررة ماض في أدواته الإرهابية، بما يمثله ذلك من تحد أمني يتحتم معه استنفار مؤسسات الدولة للقيام بواجبها كرد أمثل على هذه المحاولات. عبد الحذيفي في تغريدة له بتويتر طالب من منظمات حماية الأطفال ممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لتحييد الأطفال وعدم الزج بهم في المعارك. تتخذ جماعة الحوثي الأنشطة الكشفية الممولة من وزارة الشباب عبر صندوق رعاية النشء والشباب بمناطق سيطرتها غطاء لتستمر في تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى خطوط القتال الأمامية. من المهم أن تتنبه منظمات حماية الأطفال عن محاولات استخدام الحركة الكشفية لتأدية مهام بعيدة عن رسالتها السامية. تغريدة نادية عبد الله وكيلة وزارة الشباب والرياضة في تغريدة لها بتويتر وجهت رسالة للآباء لتجنيب أولادهم خطر المراكز الصيفية التي يقيمها الحوثيون. المراكز الصيفية تنتج لنا قنابل موقوتة من الأطفال الذين يتم غسل أدمغتهم بالفكر الإمامي الظلامي. أيها الآباء احذروا، ما تقوم به السلالة الإمامية جريمة وكارثة. غدا ابنك يقتلك بدافع أنك لا تمجد عبد الملك الحوثي وسلالته، وسيعتقد أنه سيدخل الجنة بذلك. أما تغريدة عبد الكريم السعدي في تويتر فقد أكدت أن الاستقطاعات في الجنوب لن تحل المشكلة بقدر ما تزيد من تأزمها، معتبرا الحل الوحيد في الحوار الذي يضمن الحقوق. الاستقطاب لن يحل محل الحوار الجنوبي، والمكونات التي تجتهد باستقطاب المعارضين بدلا من التحاور معهم لا تساهم في صناعة الحلول لقضايا الخلاف، ولكنها تقوم بالتلغيم نفسها من الداخل دون أن تدرك، وستتفجر من داخلها مع أول اختلاف للمصالح بينها وبين من تفرض عليهم الاستقطاب بديلا عن الحوار. رياض الدبعي في تغريدة بتويتر اعتبر وجود الدولة هو الضامن الوحيد لحقوق المواطنين وضمان حرياتهم.
إذا أردنا حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن يجب علينا الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها هي الضامن للحقوق وهي المعنية بحمايتها وتشجيعها وتعزيزها واحترامها. التقدم نحو إعمال حقوق الإنسان يتطلب جهود كبيرة، وهذه الجهود تقوم فيها الدولة، وبالتالي وجود الدولة ضامن لكل الحقوق. تغريدة بشرى العمر في تويتر تناول سياسة التجويع التي تنتهجها ميليشيا الحوثي، مؤكدة أنها من أبشع الجرائم والعقوبات الجماعية. سياسة التجويع هي واحدة من أبشع الجرائم والعقوبات الجماعية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين عبر مصادرة حقهم في الغذاء والمتاجرة به وإحكام حصار الجوع على مجاميع كاملة، كما يحصل مع مدينة تعز التي تموت من العطش والجوع بسبب حصار جائر منذ أكثر من 7 سنوات. تغريدة أحمد ماهر بتويتر تناولت معاناة أبناء عدن نتيجة التفجيرات الإرهابية التي تضرب المدينة بين وقت وآخر. أبناء عدن يعانون من شبح الموت الذي يخيم على أصغر محافظة باليمن منذ سنوات، ولم يستطع مئات الآلاف من القوات الأمنية والعسكرية تأمين عدن. نخرج من بيوتنا ولا نعلم هل سوف نعود سالمين أو أن القدر سيكون له كلمة أخرى. إلى متى سوف نظل نعاني؟ متى نشعر بالأمان في أرضنا؟ قهري عليك يا عدن. عضو مجلس الشورى علوي الباشا بن زبق في تغريدة بتويتر دعا إلى ضرورة التعامل بحزم لوقف التفجيرات والاغتيالات في المناطق المحررة. عودة عمليات التفجير والاغتيالات الإرهابية القذرة إلى عدن ومأرب دليل على هشاشة الوضع الأمني الذي كان فيهما أفضل من غيرهما من المدن المحررة للأسف الشديد. يجب التعامل بحزم مع الحوادث الأخيرة وإطلاع الرأي العام على ما يتخذ من إجراءات لمنع تكرار هذه الحوادث الخطيرة والمدانة. القواسم المشتركة بين التكوينات الإرهابية في تغريدة للصحفي خالد العلواني بتويتر. تختلف التنظيمات الإرهابية في المسميات والشعارات وتأتلف جميعا على نهج معاداة الدولة وسفك دم الأبرياء في سبيل تحقيق أهدافها الإجرامية. وما العمليات الإرهابية التي تحدث في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المحررة إلا عنوان للتخادم والتنسيق القائم بين جماعات التمرد والإرهاب. والمتبقي من الحلقة جولة في رسوم الكاريكاتور. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حديث الصحافة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.